فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي حجت ولم توكل في رمي الجمار، وإنما رمي عنها بدون توكيل لضعف جسمها، فهل عليها شيء؟ أي نعم، إذا لم توكل، لم ترمي هي بنفسها ولم توكل من يرمي عنها، كن عليها فدية بدل الرمي، تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، لأنه لا يجوز الرمي عن أحد إلا بتوكيله، إلا الصبي الذي لا يفهم ولا يرمي عنه وليه، أما المرأة والكبير الذي ينوي وتتأتى منه النية فلا بد أن يوكل. نعم.